معنا مباشرة ضيفنا دكتور علي العلاني، المحلل والباحث السياسي والخبير في الجماعات الإرهابية، حول موضوع تبني تنظيم داعش يوم الخميس الهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة كرمان الإيرانية والذي أسفر عن مقتل العشرات وإصابة مئات من المدنيين. داعش كانت تبنت العملية وذكرت حتى من نفذها بالاسم عنصران عمر الموحد وسيف الله المجاهد اللي قاموا بعمليتين انتحاريتين في ذكرى السنوية الرابعة لاغتيال الجنرال قاسم سليماني. اليوم في كيف نفسر تبني داعش لهذه العملية، خاصة بعد أن تم توجيه أصابع الاتهام لإسرائيل إثر العملية وتم توجيهها من قبل إيران، كيف نقرأ يعني هذا الخبر الذي كأنه يجعلنا نعاود نراجع التحليل منين باش نبداوه؟ مساء الخير، تحية لك ولكل السادة المستمعين. بالنسبة إلى موضوع معناها نتاع تفجيرات كرمان، يعني هذه كرمان محافظة في إيران فيها مقبرة مدفون فيها قاسم سليماني. هذه التفجيرات في الحقيقة يعني هي تعود إلى إرث من الصراع بين التيارات الإرهابية أو التيارات المتطرفة والعنيفة في إيران. بالنسبة إلى يعني داعش، يعني تعتبر في الحقيقة بالنسبة للإيرانيين ولتصريحاتهم الرسمية هي عدو لإيران، ونحن نعرف أن القاعدة في إيران كانت لها علاقات بطريقة أو بأخرى مع الأجهزة الأمنية الإيرانية، والصراع بين القاعدة وإيران هو الذي جعل يعني داعش يعني يحاول أن يضرب هذا المنافس له وهو القاعدة. احنا ما ننساوش اللي ولد بن لادن عدى سنوات كثيرة في إيران، وبالتالي يعني فرع داعش اللي هو ينتمي إلى ولاية داعش خراسان واللي تجمع بين أفغانستان وبين إيران، هذا من أقوى الفروع التدميرية من حيث الجوانب العنف والقتل والتدمير. نعرف اللي داعش في أفغانستان قتلت الكثير من طالبان، ونفس الشيء وقتلت أيضا وكانت لها عمليات كثيرة في إيران. بالنسبة إلى داعش، نعرف اللي في 2017 داعش نفذت هجوم على البرلمان الإيراني وعلى قبر الإمام الخميني، وداعش في 2019 اغتالت 27 من الحرس الثوري في جنوب البلاد. إذن هنا نجم نقولوا اللي داعش تجمع بينها وبين إسرائيل كما تقول بعض التقارير، تجمع بينها مصالح مشتركة. ما ننسوش اللي في أوج الحرب وفي أوج الحرب على سوريا، ومعناها كان بعض الدواعش يتداوون في إسرائيل، يعني يداويهم هناك. إذا ثم مصالح مشتركة تجمع بين إسرائيل وبين هذه الجماعات المتطرفة. الهدف شنو هو من هذه يعني هذه التفجيرات؟ يعني حسب المحللين خاصة الغربيين يقولوا هو إشغال إيران بمشاكل داخلية عوض يعني أنها تهتم بما يتبع بحرب غزة و ما يتبعها من يعني توسعات احيانا شبه اقليميه. ويعني هذايا اللي نجموا الى حد الان نفسروا به. علاش؟ لانه في بدايه التفجيرات وقت صارت يوم الاربعاء، نهار الخميس بدات تخرج الاتهامات الاولى انه يمكن تكون يعني لكن فما معطى اخر دكتور علي العلاني سبقها كذلك، هو مقتل مسؤول امدادات الحرس الثوري في سوريا رضا موسمي. موسمي يعني فما خيط تقريبا، بعض التحاليل تذهب الى نوع من الربط بين العمليه بين مقتل كما قلنا رضا موسمي وموسوي ونائب حركه حماس صالح العروري والعمليه الاخيره في مدينة كرمان الإيرانية. هو ربط معناها بين الموسوي، يعني الموسوي هو مستشار عسكري في سوريا وقتها مشى سوريا، يعني تم اغتياله هناك. بالنسبة لعملية العروري
جات بعد يوم من تفجيرات كرمان. إذا فهذاك علاش قلت التقارير الغربية أو حتى بعض التقارير الأجهزة معناها الاستخباراتية العربية في ترجح يعني ثم معناها مواضيع أمنية، مقالات أمنية تحدثت عن يعني دلالات هذه التفجيرات والاغتيالات. أنه يعني بالنسبة إلى يعني عملية كرمان هي يعني فيها رسالة واضحة أولا للقاعدة أنه راه الصراع على ما يسمونه بالجهاد العالمي هو يبقى تحت يعني إمرة داعش وليس تحت إمرة القاعدة، ومعناها هذه التقارير الأمنية تتحدث عن أن يعني أن إيران ووكلائها في المنطقة يعني سواء كانت يعني اليمن أو يعني حزب الله وغير ذلك، يعني هؤلاء لهم يعني الأذرع المسلحة، تعاملهم مع القاعدة بطبيعة الحال لا يتم بشكل رسمي وبشكل مفضوح، ولكن يعني هناك نوع من العلاقات كما قلت في البداية كانوا أبناء بن لادن يعيشون يعني سنوات في هذه المنطقة. وما ننسوش اللي داعش مربوطة أكثر أولا يقال بأنها مع أجهزة إسرائيلية ومع بعض الأجهزة الغربية. وهذاك علاش كيف نشوف البارح الحوار الكبير اللي تم في حول العراق بعد الضربة اللي معناها توجهت ضد القاعدة الأمريكية في العراق. يعني يقولوا اللي يعني هناك يعني مساعد قديم للوزير الخارجية الأمريكي قال إذا كان العراق تحب يعني نتخلاه وجينا معناها قرار منها مستعدين نغادروا ونسلموا في القاعدة، ولكن نعرفوا اللي العراق كان تحتاج لنا لضرب ما لا يقل عن 80 أو 90% من العمليات الإرهابية اللي صارت في العراق في الفترة الأخيرة. وهنا نفهم أنه تشابك يعني هالخيوط هذه الكل يعني بدون أن يعني نوجه تهمة لا لهذا أو لذاك، لكن هو صراع معقد. إذا داعش غير مرحب بها في يعني إيران. لكن البيان الذي صدر عن داعش يعني خاصة في كيفية تفسير العملية ويعني التقليل من قيمة ما يحدث في غزة، حفنة تراب عفنة وغيرها من هذه المصطلحات التي تذكرنا ب يعني الغوجيسخ متاع سيد قطب وغيره، يعني كأنه اليوم يقول لك احنا داعش اللي انت تحارب معناها في الفكر اللي هي متبنيته، لماذا لم تناصر مثلا غزة؟ يعني هي موجودة بصفة اليوم واضحة، يعني هذه الحرب كما قال دويري الكاشفة كشفت كذلك داعش أنها تخدم الأجندة الإسرائيلية. هو بالتأكيد أنها تخدم الأجندة الإسرائيلية، حتى وإن كان حتى فيما يتعلق بالحرب على غزة يحاولون أن يتهجموا على داعش وينعتون حماس بداعش بطبيعة الحال هذا معناها ابعاد التهمه عنهم. لكن كما قلت لكم احنا وقت الحرب الكبيره نتاع داعش وقت اوج داعش كان هناك العديد من الدواعش يعني يداويوهم في اسرائيل، وهذا ذكرته الصحف في تلك الفتره ومكتوب ومنشور، يعني ما ياشي امور جديده. وبالتالي لكن هل هذه العمليه ستجعل يعني حزب الله، اليوم شفنا انه حزب الله كان اعلن انه قام بضرب مواقع مراقبه اسرائيليه بعشرة صواريخ في إطار الرد على مقتل القيادي بحركة حماس، يعني وشفنا خطاب حسن نصر الله الذي بطبيعة الحال هو كخطاب يعني ماهوش يعطيك تفاصيل العمليات المقبلة وكيف ستكون وما هي الخطة فيما تتمثل، لكن نعرف أنه إيران منذ بداية 7 أكتوبر لا تريد أن تعلن نفسها منخرطة بصفة واضحة ومباشرة، لكن من خلال ما يقوم به حزب الله في الجنوب اللبناني ويعني يجعل إيران واضحة، حضورها واضح فيما يحدث اليوم في هذه الحرب. لكن هل هذه الضربة الأخيرة الإرهابية يمكن أن تجعل إيران تراجع، أو يعني الهدف اللي هو المقصود منه أنها توخر وتخرج شوية من النزاع هذا ممكن تحقيقه؟ شوف هو يعني عملية رب حزب الله يعني هذا اليوم هي
منتظرة، لكن الآن منذ البداية، منذ أن وقعت عملية العروري، كنت أو معناها أتصور أن رد حزب الله سوف لن يخرج كثيرا عن قواعد الاشتباك، يعني يبقى في حدود التهديدات والتهديدات المضادة اللي بدأت منذ 7 أكتوبر. وبالتالي يعني حزب الله ليس له مصلحة لحد الآن، ليس له مصلحة في يعني دخول حرب كاملة، خاصة وأن إسرائيل تهدد في كل يوم أن لبنان إذا دخلت الحرب فمش يصير لها اللي صار الغزة. بطبيعة الحال حزب الله لا يريد أن يضع على كتفيه إرث ثقيل من معناها القصف ومن معناها الحروب المتتالية، خاصة وأن نعرف لبنان يعني فصائل كثيرة وتيارات كثيرة، يعني يقرأ حساب عدم جر الحزب إلى حرب إقليمية. وهذا أيضا ينطبق على إيران، يعني إيران هي من اليوم الأول البيت الأبيض قال اللي ما عناش ما يثبت إيران يعني لها يد في عملية 7 أكتوبر، يعني ذاك الهجوم اللي الكبير اللي في جاف نهار الأولاني. وبالتالي أنه إيران الآن هي، وأعتقد أن هي نسقت أو من المرجح أن تكون نسقت مع حزب الله لمعناها عدم الدخول بشكل واضح في حرب إقليمية، لأن الحرب الإقليمية وقتاش يمكن تدخلها حزب الله وإيران؟ إذا وصلت إلى ما يسمى بنقطة العودة، يعني إذا أحسوا بالخطر الكبير وقتها الأوراق الكل معناها ينجموا يلعبوها. لكن أعتقد أن إيران كما قلت أنت في سؤالك هي بيدها معناها من مصلحتها أنها توخر شوية. وكان شفتش حتى خطاب حسن نصر الله الأولاني أنه كيفناش قال اللي هما الحماس باغتونا بالهجوم وأن إيران لم يكن لها علم بالتوقيت، يعني هذا كله ترتيب على أساس أنه يعني إيران وحزب الله لن يدخل حرب غزة، وهذا ربما فيه إشارة أنهم مطمئنين لأن ما يوجد لديهم من اللوجستيك، يعني حماس وغيرها ما يوجد إليهم من اللوجستيك سيكون لحد الآن كافيا بأنهم يتصدوا، ربما يتصدوا إذا ونعرف اللي الأمريكان زاد أيضا يضغطوا بشكل كبير على إسرائيل حتى لا تكون هناك انفلاتات. راهو مش صحيح إسرائيل تطبق الأجندة الأمريكية 100%، ثم بيناتهم تباينات. صحيح اللي أمريكا تساند بقوة إسرائيل، ولكن في نفس الوقت تضغط باش ما تكونش يعني حرب إقليمية كبرى، لأنه إيش بيصير إذا كان صارت حرب إقليمية كبرى؟ تتدخل القوى الكبرى. ما تنساش اللي سوريا فيها قواعد روسية، وروسيا أيضا لها مصالح في الشرق الأوسط، فبالتالي وأمريكا بالنسبة لها ما هيش الأولويات نتاعها هي الحرب غزة، هي أولوياتها وهي في آسيا، هي منذ مدة حبت تخرج من الشرق الأوسط وتخلي عندها وجود محدود، حتى أن القاعدة العسكرية اللي عندها في العراق كانوا يسمونا مستشارين. شكرا لك دكتور علي العلاني المحلل والباحث السياسي حول هذه التفاصيل وقراءتك للحدث الأخير في إيران، شكرا لك.